قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024، وعزت ذلك إلى الاستهلاك الأقل من المتوقع في دول منظمات التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع. وخفضت وكالة الطاقة توقعاتها لنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1,200,000 برميل يومياً، وأضافت أن نمو الطلب في عام 2025 سينخفض إلى 1,100,000 برميل يومياً، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقر وأن يتسارع التوسع في قطاع السيارات الكهربائية. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بعدد تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.33% لتصل إلى 91 دولاراً و 52 سنتا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.74% ليصل إلى 87 دولارا و 35 سنتا للبرميل. فيما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.38% لتصل إلى دولارين و 72 سنتا للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتسجل دولارا 1.75 سنتا لكل 1,000,000 حرارية بريطانية. أعلنت الولايات المتحدة والفلبين واليابان السعي لتطوير ممر لوزون الاقتصادي باعتباره أحدث ممر اقتصادي لشراكة مجموعة السبع للبنية التحتية العالمية والاستثمار، والأول في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الدول الثلاث ستعمل معا على تسريع وتيرة الاستثمارات المنسقة في مشاريع البنية الأساسية عالية التأثير والاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية وتحديث الموانئ وسلاسل توريد الطاقة النظيفة وأشباه المواصلات ونشرها والأعمال التجارية الزراعية لزيادة التواصل ودفع النمو الاقتصادي. تراجع اليورو مسجلا أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر الماضي، بعد أن ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يخفض سعر الفائدة في وقت قريب قد يكون يونيو المقبل. كما هبط الين الياباني إلى مستوى متدني جديد هو الأقل في 34 عاما مقابل الدولار، الذي واصل الارتفاع مما دفع المستثمرين لتوخي الحذر إزاء مؤشرات من المسؤولين على تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة. دافع رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال والكندي جاستن ترودو عن الاتفاقية التجارية بين أوتوا والاتحاد الأوروبي، والتي تعثر التصديق عليها من قبل المشرعين الفرنسيين. وأكد المسؤولان ثقتهما في استمرار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة، وشدد الجانبان على أنه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ارتفعت التجارة بين بلديهما بأكثر من الثلث. انتهت جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى ريهام وأميرة. إليكم، شكرا سارة.